بغيت نبشر المواطنات والمواطنين بأن المنصة اللي مخصصة للدعم المباشر للسكن انطلقت هذه ساعة، والحمد لله مجموعة من المواطنات والمواطنين بدأوا يتسجلوا فيها. أول مواطن تسجل من مدينة الرشيدية، وتنتمنوا لهذا البرنامج باش يدخل بالخير على المواطنات والمواطنين اللي مازال ما متملكينش، وتكون لهم فرصة باش يكسبوا السكن ديالهم. وكنت بغيت نخبركم بطريقة مباشرة.